والله رب البيت ما نركع. والله رب البيت ما نخضع للطاغي الفاسد واعوانه. والراس من فوق الجسد يقطع والهون يمطرني بنيرانه. او يهدمون البيت بالمدفع والله علي يهجم وسمحانه وان السماء من فوقنا تولع والكون يتزلزل ببركانه. المؤمن الصنديد لا يركع. المؤمن الصنديد لا يركع الا لرب الكون سبحانه. المؤمن الصنديد لا يركع الا لرب الكون سبحانه. والله بعد اليوم ما نرجع ولا تظل النفس مهتمة. نحن هنا في ذلك الموقع صفا لكل الظلم والوانة. يا ما نصحنا الدم تتوسع وكل واحد قفل اذانه. ثورة قرعنا الطبل والمرفع والشعب يتقدم بفرسانه. سيدخل التاريخ من أوسع الأبواب ويكون مع شعبه واضح ويقول للشعب فشلنا أمام الاحتلال الأجنبي فقط وكثر الله خيركم. ستدخلون التاريخ وسيغفر الله لكم ذنوبكم والشعب سيتصرف. هذا جانب. والجانب الآخر لديكم خيارات. لديكم خيارات اليوم ممكن أن تتخذوها. لديكم خيارات وأنتم تعرفون ماذا أقصد وتعرفون بالمتغير الإقليمي والدولي الذي حصل. أنتم عارفين ماذا حصل اليوم في العالم. فلديكم الآن خيارات ولكن ذلوكم. ذلوكم هؤلاء. ذلوكم هؤلاء الرعاع. أهم عبيد وأنتم تريدوا تكونوا عبيد لهم. هؤلاء عبيد العبيد وأنتم تريدوا أن تكونوا عبيد لهم.
على حساب اليمن وكرامته وشعبه وتاريخه. فقط الشعب اليمني يطالبكم الآن بشيء واحد، وهو تقديم استقالاتكم أن استطعتم.